موسيقي تحت عنوان الأرض بتتكلم عربي بقيادة الفنان حمزة القاتري ومجموعة من الطلبة. وهذا العرض يتغنى بالمقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي. العرض يبدأ في الساعة 7:30 بدار الثقافة ابن رشيق. إلى الزميل ضياء الدين الكريفي، أين أنت يا ضياء؟ مرحبا يا الحبيب، تحياتي لك ولكل المستمعين لدى الوطنية. أنا في محط برشلونة. نعم برشلونة، ما أردت الصوت واضح ولا ما تعرف ظروف المباشر الترانزي في محط توا في برشلونة، ما تسمع كان حس القطار بالطبيعة. أوكي، دونك البارح كانت أول رحلة تدريبية لقطار تونس الجزائر. الخط هذا كان موجود في السابق، توقف سنة 1995، خدم في سنة 2003، وخدم في 2003 شهر جميليا وفوت وتوقف في أسباب تقنية. كان باش يرجع في 2017 لكن تعذر على الأشقاء الجزائريين إرجاعه. الخط هذا كان اسمه قطار عدد 5، وتو نزيدوا اليوم نزيدوا نوضحوا، كان يخرج من تونس 10:04 متاع الصباح ويخرج من عنابة 5:04 متاع العشية. دونك شركة تونسية للسكك الحديدية أصدرت في بلاغ لها البارحة، وضحت أن القطار هذايا خرج في سفرة تجريبية البارح، كانت تطلق السفرة بين تونس والجزائر انطلاقا من محطة عنابة دون مسافرين. أول محطة ليه في التراب التونسي كانت في غار الدماء 3:04 متاع الليل. اللي تبع فينا في اللايف ينجم يشوف الفيديو اللي موجودة تويكا لوقت دخل القطار الجزائري في إلى غار الدماء. البارح تنقل الرئيس المدير العام للشركة التونسية للسكك الحديدية توفيق أبو فايد رفقة والي جندوبة وسلم المسؤولين من مصالح وزارة الداخلية والسلطات الجهوية والديوانة. والجانب الجزائري تنقلوا أيضا وفد من الشركة الوطنية للسكك الحديدية برئاسة المدير العام عاجي بوعوني والفريق التقني المشترك. الفريق التقني والجزائري مازال موجود اليوم في تونس، اليوم عندهم اجتماع حسب ما في الكواليس. قبل كل شيء سعيد جدا انه بجنبي سي حسن المعادي ناطق رسمي للشركه التونسيه للسكك الحديديه. صباح النور سيدي. صباح الورد، تحيه ليك سيدي وتحيه لسي الحبيب، عنا مديد عليه. مرحبا بك. تحيه لكل متابعين اذاعه الوطنيه. اهلا وسهلا سيدي. بين قوسين سي حسن المعادي مازال في دخل وصل لتونس 8 متاع الصباح، خاطر كان بايت البارح مع طريقة الوفد الجزائري ومشيت ناصر هو شخصيا زاد ليح محطة عنابة. أول حاجة نجم نباركوا لرواحنا الساعة بالخطر ذاك رجع ولا سي حسين؟ بالفعل احنا نباركوا للشعب التونسي وللشعب الجزائري الشقيق القطار التجريبي هذا في انتظار التجسيم الفعلي والنهائي للسفرة الأولى في انطلاقه. هو رسميا ما تمش خط رسمي بين تونس والجزائر ما عدا محطة التكسيات الفردية وربما الخطوط الجوية. إن شاء الله بالخط هذا يتولي معناتها ثم كل مبادلات معناتها كما نقولوا بخلاف تجاري بين المواطنين فيها تجاري معناتها للسكة الحادية عنده بعض ثقافي واجتماعي وكل شيء. باش نبداو قبل كل شيء، كيفاش كانت السفرة على المستوى معناتها السكة عندها برشا ما خدمتش، كيفاش التقييم؟ لا السكة هي تخدم ما بيننا وما بين غار دماء، معناتها قطارات بيجا جندوبة الكل تخدم على السكة هذه غار دماء، لكن الجديد هو اللي ما بين غار دماء وسيدي الهميسي وسوق هرات. هذايا معناتها الباساج اللي تم البارح خرج من عنابة تعدل سوق هرات سيدي الهميسي ثم وصل إلى المنطقة الحدودية. قداش طول المسافة بالكيلومتر؟ تقريبا في حدود 360 كيلومتر. نعم 360 كيلومتر. أي هذا أكيد قداش فيه من قاطرة يا ضياء؟ قداش فيه من قاطرة؟ قداش فيه من قاطرة؟ قداش من قاطرة في الترا هذا؟ البارح بصفة استثنائية زوز قاطرات، لكن هو قطار تجريبي باش نجربوا به كل ما هو فني وتقني، لكن على اساس انه اذا كان باش تنطلق الرحلات باش تنطلق بقاطره واحده ومجموعه من العربات. جديد اثناء انه ما القطار باش ينطلق في ذات اليوم من تونس في اتجاه عنابه ثم قطار، ومن عنابه في اتجاه تونس ثم قطار، معناته عندنا سفره ذهاب واياب. القطار قطار جزائري ولا قطار تونسي؟ قطار جزائري. قطار جزائري. المعدات جزائريه. وقتاش باش نعرفوا السوم؟ وقتاش نعرفوا الانطلاقه الرسميه؟ وقتاش ما نخبيش عليك سيدي، احنا توا في مشاورات مع الاخوه الجزائريين باش نتفاهموا على التعريفه اللي ترضي الطرفين تقريبا. يعني هي تتراوح بين شنو مثلا؟ ما زلنا اون بو با انونسي استاذ في الحبيب قبل ما نتفاهموا مع الاخيان الزيريه. خير ما يقول لك انتم ما خرجتوا للاعلام التونسي وخذا السبق واحنا ما تفاهمتوش معنا. لا مثلا انا اليوم باش نسافر العنابه، قداش يلزمني ندفع باش نمشي للعنابه؟
أنا قلت لك بعد ما نتفاهموا مع الأخيين الجزائريين لشقة نخرجوا وباش نعملوا بلاغ رسمي مشترك في التسعيرة هذه في الأوقات في كل شيء، خاطر مام حتى في التوقيت نحن ضابطينه بين وبين. إيش معناتها؟ مثلاً القطار باش ينطلق ما بين 8 و10 متاع الصباح، التو ما حددناه بشكل نهائي. فهمتني؟ بخلاف هذا كتم الإجراءات باش نسألوا عليها الديوانية الحدود كذا، كيفاش تكون؟ أنا لهنا بالله فرصة باش نشكر كل مصالح وزارة الداخلية، الإدارة العامة للديوانة، كل السيد والي جندوبة مشكور على الحضور وعلى الإحاطة بالجماعة الكل، السيد معتمد غردمة، المجموعة هذه لكل السلطات الجهوية والمحلية فعلا ودون إطراء كانت حاضرة ومع الأخيان في الداخلية كما قلت لك والديوانة لتسهيل وتذليل الصعوبات الكل حتى الانطلاقة هذه تكون ناجحة. وتباعا نحن باش نقيمه، معناتها ما هوش من الأول باش يكون بارفي، سكي بارفي سكتو التران ساي خذا سكتو، لكن تحسين وتحسين المرافق وتسهيل العبور للناس تقعد أولوية زادة وتهمنا كناقل كشبكة حديدية تونسية أو كشبكة حديدية جزائرية. أعطينا فكرة على القطار قداش عمره مثلا وين تصنع؟ الجانب الجزائري سي الحبيب بيعمل معدات جزائرية أكيد، معناتها هما نجموا يتكلموا. هما معدات جزائرية منذ السبعينات لكن قاموا بالتهيئة متاعهم من الداخل بأيادي جزائرية صرف. وقداش السرعة متاعه تقريبا عندكش فكرة؟ شوف السكة تو ما هيش باش تكون سرعة كبيرة كي البارح لخيان الزيرية ونحن في تونس السرعة ما هيش باش تكون حاجة كبيرة، لكن هذا باش يوقع تقييمه اليوم. أكيد بيسمع فينا وصير حبيب يعني تقريبا ضياء لما الراكب من ساحة برشلونة من تونس العاصمة إلى غردمة في قداش من ساعة يوصل تقريبا؟ هذا هو سؤالي. دونك صير حبيب نحب النهار مثلا يمشي يركب في الترا يوصل العنابة يعمل قهوة يفطر ويعاود يروح لأنه السفرة التجريبية ما تعطيش تقييم موضوعي حقيقي لأنه كانت غير مسافرين ما تماش إجراءات جمركية وديوانية ما تماش مراقبة للبضائع ما تماش مراقبة للهوية في الباسبورات. دونك التقييم الحقيقي كيكون بالمسافرين قديش يستغرق وقت تقريبا يعني كما قلت لك في الحبيب المحطات مثلا باش يتوقف منهم القطار يخرج من تونس يخرج يقف تونس العاصمة بيان إيفيدامون باش يخرج منها ثم بيجا ثم جندوبة ثم غردمة ثم سوق أهراس ثم عنابة ستة محطات باش ننقل لك بعض تعليقات المواطنين ربما مع تعليقات هذه. يقول لك شنو الربح منه شنو الفائدة معناتها الخط هذا؟ شوف العلاقات التونسية الجزائرية في أحلى مراحل نحكي تجاريا أنا عارف نحكي معناتها المشروع هذا ما عندوش كان بعد تجاري عنده بعد حضاري ثقافي الاندماج بيننا وبين بين شقيقة الجزائر. دونك كذلك الدفع مش كان المسافرين لما لا نمشيوا القطارات نقل البضائع وبالتالي معناتها إجمالا يكون القطار هو قاطرة حقيقية للتنمية بين الشعوب ولا سيما بين الشعب التونسي والشعب الجزائري. ان شاء الله تكون السنه انا شخصيا نحب ماذا بينا من تجربه نهار نحب نمشي للجزائر ونعاود نرجع وان شاء الله تكون السنه ما تكونش قريبا جدا. نعم ان شاء الله قبل نظموا رحلة باسم برنامج اسمع يسرنا باسم برنامج يوم سعيد باسم برنامج يوم سعيد وخيان الإعلاميين من مختلف المحطات مرحبا بهم وانتم ديما كنتوا شركانا لذاع الوطنية زادة كيف كيف ففرصة طيبة أن نسافر جميع ونعملوا سفرة إن شاء الله تكون طيبة ورائقة وتعجب الناس الكل إن شاء الله. شكرا شكرا ضياء يعطيك الصحة. نصل مستمعينا الأعزاء إلى ختام حلقة هذا الصباح من برنامج يوم سعيد. شكرا لكل الزملاء في الأعداد ورئاسة التحرير رانيا بوتوريا، في تقديم الفقرات حسام الدين الهمامي ضياء الدين الكريفي، في القاعة الفنية المركزية طاهر سوسية، في التنسيق العام فاطمة عبار، في الإذاعة المرئية عمر جبالي، وفي الإخراج الفني أنيس لوريمي. غدا السبت مع نبيل عبيد ثم نلتقي مجددا مع برنامج يوم سعيد يوم الاثنين القادم مع تحيات حبيب جغام مرسيل خليفة.